أهلا بكم من جديد. تنتشر الخضروات الورقية على موائدنا اليومية، منها ما نتناوله طازجا ومنه ما نأكله مطبوخا. فهل تفقد تلك الخضروات الورقية قيمتها الغذائية عند الطبخ؟ في دراسة قام بها باحثون في جامعة إيدث كوان في أستراليا حول إذا ما كانت الخضروات الورقية تعزز وظائف العضلات، لتكون نتيجة تلك الدراسة أن الوجبات الغذائية الغنية بالنترات قد تعزز قوة العضلات بشكل مستقل عن أي نشاط بدني. سنتحدث حول الخضروات الورقية والقيمة الغذائية لها مع اختصاصية التغذية روان الجعمري. صباح الخير لك روان. أهلا وسهلا فيك. الخضروات الورقية من أكثر الأشياء المتعارف عليها أنها أكثرها صحية، فكرة اللون الأخضر دائما نقرنها بالبرامج التغذية وأنه هذا الأكل الصحي وكل هاي الأمور، لكن لا ندرك تماما إلى أي مدى تأثيرها على الجسم من ناحية المبدأ. صح، تعرف يمكن بأغلب الأنظمة الغذائية الناس كتير بتحب تروح للخضار الورقية الخضراء لأنه معروف عنها أنها قليلة بالسعرات الحرارية، بتعب البطن، بتعب البطن وبتخلينا نشبع أكثر وما بنسحب كميات كبيرة بالوجبات. فالأشخاص اللي حابين انهم يخفضوا من وزنهم او ينزلوا من الوزن الزايد اللي عندهم، دائما بننصحهم انهم يلجأوا اكثر للخضار الورقيه الخضراء. الناس بالعاده لانه سعراتها الحراريه قليله ما بيعرف عن القيمه الغذائيه العاليه، قد هي مشبعه بالقيمه الغذائيه اللي جسمنا عن جد بيحتاجها، فعم نحكي عن فيتامين كي، عم نحكي عن فيتامين سي، فيتامين اي وفيتامين اي اللي كثير ضروريين كمان لدعم الجهاز المناعي. بالاخص احنا بالفتره هاي اكيد يعني مع الامراض كله بندور على المناعه. بندور على المناعه. بس فيتامين كي أول مرة بعرف مثلاً إلى أي مدى ممكن يدخل بشكل كبير بغذائنا وشو أهميته أصلاً من ناحية المبدأ. تعرف هلا أكثر نوع من أنواع الخضار الورقية الخضر هو الفيتامين كي الموجود بالكيل. طبعاً الكيل يمكن مش كثير الناس متعارف عليها أو مش كثير الناس عم تعرفه، بس يعني لو كان متوفر ببعض الأسواق فهو يعتبر من أفضل المصادر للفيتامين كي اللي جسمنا محتاجه لدعم الجهاز المناعي لمقاومة الأمراض ومحاربتها، بالإضافة للحفاظ كمان على صحة العظام تبعتنا وصحة بشرتنا. فكتير محتاجين الفيتامين كي بنظامنا الغذائي، ولكن بعض الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض معينة منها أمراض الدم أو أمراض القلب اللي بيكون عندهم سيولة في الدم، دائما بننصحهم أنهم يحاولوا يبتعدوا عن الأطعمة الغنية بالفيتامين كي، منها بيكون الكيل. ولكن طبعا هاي كلياتها بتصير مع استشارة الطبيب لأنه بتعارض مع بعض أنواع الأدوية، فمنحاول أنه إحنا ننصحهم يتجنبوها، بس منا كمان ناخد إحنا القيمة الغذائية والفايدة من الكيل أو الفيتامين كي، فممكن أنه ناخده بالنسب اللي بنقررها مع الطبيب اللي عم نراجع عنده. جميل. أنواع الخضروات الورقية اللي من الممكن أنه إحنا بنحكي عنها، يعني في خضروات ورقية ممكن تحمل قيم غذائية أكبر من قيم من خضروات ورقية أخرى؟ طبعا هلأ كل نوع من أنواع الخضار الورقية الخضراء بيحمل قيم غذائية عالية. مثلا عندنا السبانخ بيحتوي على الحديد، يعني يعتبر عندنا الجرجير من أفضل أنواع الخضار اللي بتحتوي على الفيتامين إي والفيتامين إي، كتير بيحتوي على الفيتامين سي كمان اللي بيساعد، بنرجع بنحكي على دعم الجهاز المناعي. نحاول قد ما بنقدر كمان نركز على الخضار الورقية الخضراء الطازجة قد ما بنقدر عشان نحتفظ بالقيمة الغذائية. ذكرت في بداية الفقرة انه في ناس بتاكلها مطبوخة او في ناس ممكن تاكلها فريش، دائما احنا بننصح انه ناخذ الخضار الورقية الخضراء النية. ولكن في بعض المشاكل الصحية مثل الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل في بعض الأنواع مثل الملفوف أو الكيل كمان أو القرنبيط، ممكن هدول الأشخاص بيعانوا مشاكل الغدد، منا نخفف من حدة اللي هو بصير في عنا سوء امتصاص مع اليود لما بناخدهم طازجة، فممكن نلجأ بهاي الوضعية للسلق أو طبخ الخضار الورقية. طبعا مش كل الأنواع، عم نحكي عن الملفوف بالأخص، ولكن طبعا الجرجير كتير مفيد، السبانخ كتير مفيد لإلهم، الشمندري كتير مفيد لمرضى الغدة. ففي بعض عنا أنواع الخضار اللي شوي بنقلق منها بالأخص الأشخاص اللي كمان بيعانوا من الانتفاخات مثل الملفوف، فمنحاول نلجأ شوي إنه نخفف منها، ممكن نسلقها شوي او انه نطبخها.
ولكن اكيد انه درجات الحراره بتخلي الخضار الورقيه الخضراء تفقد من قيمتها الغذائيه نوعا ما، فمن فضل انها تكون طازجه. يعني الى اي مدى النسبه مثلا انها تفقد هذه المواد الغذائيه؟ خطر على بالي موضوع مثلا ورق العنب، هل هو مفيد فعليا ولا احنا بنستخدمه كطعمه اكثر؟ وفكره انه مطبوخ بما انه اليوم الجمعه بلشنا على ورق العنب على الطبخات، فعليا هل هو مفيد؟ كثير مفيد ورق العنب، ولكن بالنهايه ورق العنب تعتبر من الورقيات اللي نوعا ما الناس ما بتقدر تاكلها نيه. ممكن تكون درجة حرارة الطبخ أو المدة الزمنية اللي أنت بتعرضي فيها الخضار الورقية الخضرة تبعتك، لا يعني كل ما زادت المدة كل ما فقد من العناصر الغذائية أكثر، ولكن بالآخر بتعتمد حسب الناس يعني الأذواق. في ناس بتيجي تاكل ورق العنب ما بتقدر تاكله كثير مطبوخ أو مثلا ما يكون واصل دايب كثير، وفي ناس بتحب يكون لسه ماسك حاله، فالقيمة الغذائية تبعته بتعتمد على الفترة الزمنية اللي بده يعدي فيها درجات الطبخ وحتى المدة الزمنية اللي بدها تضل فيها. بس هو من ناحية المبدأ شو القيمة الغذائية الموجودة فيه؟ بيحتوي على الألياف، جدا عالي بالألياف مثل ما حكينا، الفيتامين سي، فيتامين اي، وفيتامين كي، كثير مفيدين للعظام. كمان ممكن الأشخاص اللي ممكن يكونوا عرضة أكثر إنه يصير عندهم هشاشة العظام كثير ممكن يستفيدوا من الخضار الورقية الخضراء، بالأخص الورق عنب من الأشياء اللي كثير مفيدة، هو الجرجير والسبانخ. جميل. موضوع الجرجير، يمكن الجرجير أيضا من الخضروات الورقية اللي بلشت تنتشر أكثر، لأنه بتعرفي إحنا دائما بنسوق أحيانا لبعض الأشياء من خلال وصفات جديدة، سلطات جديدة، فبتحسي إنه الناس بتبلش تروح على نوع معين أكثر. الجرجير فات بهاي المرحلة، بلشنا نشوفه أكثر على موائدنا. فعليا هل يتميز الجرجير بفوائد غير عن الخضروات الورقية الأخرى؟ بنحكي إنه كل الخضار الورقية الخضراء تحتوي على نفس القيمة الغذائية الأساسية بالعناصر اللي حكيت عنها في بداية الفقرة، ولكن بتختلف النسب من نوع لنوع. الجرجير بالتحديد غني كثير بالفيتامين اي، واغلب الاشخاص اللي كثير بحبوا يحافظوا على شعرهم وبشرتهم عم يلجأوا للجرجير اكثر، مثلا البنات اللي بتحب انه شعرها يطول اكثر من المصادر الصحيه والطبيعيه، الجرجير يعتبر من افضل المصادر او من افضل العناصر اللي ممكن احنا نلجأ لها، بالاضافه للسبانخ الغني بالحديد. وعشان تعرفي انه في عندنا طريقه انه نعزز كمان من تحسين امتصاص بعض العناصر اللي موجوده في الخضار الورقيه الخضراء مثل الليمون، فاحنا ممكن نضيف عليه الحامض عشان يعزز عندنا من الامتصاص. ما بصير اكسده من اي نوع لبعض المواد؟ لا، عشان احنا نحفز عندنا من الامتصاص داخل الجسم، فالحفاظ على البشره، الحفاظ على الشعر، الحفاظ على صحه القلب، بالاضافه كمان للحفاظ على مستويات السكر بالدم. ليه احنا دائما بنلجأ اكثر الخضار الورقية بالأنظمة الغذائية تبعتنا؟ لأنه بيساعدنا أنه نحافظ على مستويات السكر في الدم، فما بيصير عندنا الارتفاع المفاجئ بسكر الدم والانخفاض المفاجئ اللي بيؤدي أنه الشخص يشعر بالجوع بعد فترة كتير قصيرة من تناول الوجبة. فعشان هيك دائما بننصح الأشخاص اللي عندهم بالأخص الأكل العاطفي، في ناس عم بصير عندهم الجوع مش من المعدة، عم بصير عندهم جوع أنه إحنا بدنا أكل بس مش عارفين السبب، بيلهوا حالهم عن أي شيء. في ناس كتير ما بيعرفوا مفهوم الأكل العاطفي 100%، اللي هو الإنسان مشاعره إلى حد ما بيتحكم برغبته بتناول الأكل. الستريس ممكن يكون يعاني الشخص من ستريس، ضغوطات عمل، ضغوطات حياة، شو ما تكون، في أوقات إحنا ظروف بنمر فيها ما عم نميز هذا الجوع حقيقي ولا هذا الجوع عم يجي. يعني إذا صابنا هاي الحالة نلجأ للخضار الورقية الخضراء، لأنها قيمة غذائية عالية، أقل بالسعرات الحرارية، بتعطينا شبع أكثر، بالإضافة إنه جهازنا الهضمي كمان كثير ممكن إنه العمليات الهضمية تكون أحسن. الأشخاص اللي بيعانوا من الانتفاخ بالتحديد أو يعني هذا كنت بدي أسألك عنه بصراحة، لأنه في كمان سلق، أظن السلق بيستخدموه، هو نوع من أنواع الورق أيضا بيستخدموه بجديد بالطبخ، يمكن في مناطق معينة يمكن السهلية الجبلية أكثر متعارف عليهم فكرة بعض الأنواع على الخضروات الورقية أكثر بتفوت موائدهم بصورة أكبر، ولكن فكرة الألياف اللي موجودة هل هي بتساعد على نصير متحسسين أكثر؟ هل بتضر أحياناً كثرتها؟ بالضبط. تفضل. هي 100% كثرة الألياف اللي بنتناولها أو حتى الكميات أو تكرارنا لتناول الألياف بشكل كثير كبير خلال اليوم، هذا الحكي كلياته ممكن يسبب انتفاخ بالأخص عند الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل بالقولون العصبي. عشان هيك هدول الأشخاص بننصحهم نوعاً ما لو يسلقوا
يعني بعدد دقائق كثير بسيطة ممكن هذا الحكي كله يساعدهم. ونحاول انه نقسم الوجبات، ما ناكل كمية كثير كبيرة مرة واحدة. حتى الأشخاص، شوفي قد ايه احنا محتاجين الألياف عشان نحسن الأشخاص اللي بيعانوا من مشكلة الإمساك، بس كثرة الألياف بالمقابل ممكن تزيد عندهم من مشكلة الإمساك. فإحنا بدنا نحاول قد ما فينا، بالإضافة لما بناخد الألياف والخضار الورقية الخضراء بدنا كمان نشرب مية كتير منيح لما بناخد الألياف. وعنا الكمية، طبعا الناس بتسأل إنه هي كمية مفتوحة أو لا. سعرات الحرارية قليلة، ما بنقدر نعتبر الكمية مفتوحة بشكل كتير كبير، بس ممكن ناخد كوبين مثلا، أو إذا بدنا أكثر ممكن نوصل لحد 4 أكواب من الخضار الورقية الخضراء الغير مطبوخة. بنحكي المغسل منيح أو المغسل منيح 100%. روان جعبري، التغذية، شكرا لوجودك معنا اليوم. صباح الخير.